نشوف العالم وصل إيه. العالم تخطى حاجز 8 مليون إصابة في إصابات فيروس كورونا. النهاردة وصلنا للرقم يعني جديد بالنسبة لنا، 8 مليون 66 ألف حالة إصابة بفيروس، بقينا 67. أنا بقول لحضراتكم 66 ده كان قبل ما نبدأ. الأرقام بتزيد بشكل غريب، لكن نقدر نقول إن الملاحظة إنه ما هياش بتزيد زي زمان. يعني قبل كده كان 10,000 حالة جديدة ممكن تتسجل في ساعة. حالات الوفيات 439 ألف حالة إصابة، وده عدد كبير في مختلف دول العالم طبعا، لكنه عدد كبير. حالات الشفاء لحد دلوقتي 4,147 ألف حالة شفاء، يعني نص العدد تقريبا تم شفاؤه وعاد إلى حياته تماما. وفي مجموعة تانية ما زالوا مصابين. لو الفاصل ده أو لو الفارق ما بين أعداد الإصابات وأعداد المتعافين قل، نعرف إن إحنا برضو في طريقنا إلى التعافي، إنه أعداد المتعافين أكتر، المصابين نسبة قليلة من المتعافين، فتبقى انحسرت موجة الوباء. هو بيصنف وباء لو أعداد كبيرة من المصابين في أماكن كتيرة في نفس الوقت، هو ده اللي حاصل مع فيروس كورونا، وعشان كده هو مصنف وباء. تاني نفكر نفسنا، فيروس كورونا مش وباء لأنه أخطر مرض في الدنيا، بالعكس. واحنا قاعدين النهاردة بنتكلم على كورونا، في مرضى بيحاربوا في أمراض أكثر صعوبة وأكثر خطورة من فيروس كورونا عشرات المرات. في ناس بتنتهي حياتها بأمراض تانية أخطر من كورونا عشرات المرات. هو وباء فقط لأنه سريع الانتشار ولأنه في وقت قليل منتشر في أماكن كتيرة.